عليكم. المهم غادي نحاول نعطي الكلمه للزوج ديالي وغادي نشرح لكم اكثر، غنمشيو داكشي تنس الاخبار وداكشي ديال السياسه وغادي نشوفوا نتائج الرئاسيه وفين وصلنا. المهم كان اول مره في تاريخ امريكا انه يبقى اكثر من يومين كنتسناو الفينال. يلا شجعوني شجعوني شجعوه. Assalamu alaikum. This is my own prediction for the presidential results. Biden has 264 votes. He needs 270. For him to get there, he needs to get Nevada. 6 points. And it's most likely happening right now as we speak. On the other hand, Trump has 214. The states that is going his way are PA, which is Pennsylvania, 20 points. This is North Carolina, 15 points. Georgia, 16 points. Plus Alaska, which give him only 3 points, which is very meager. So this total will give him 254, which comes up to altogether to 268. It will stop right here. He can't win. It's just impossible. Yeah. If he wins Nevada, which is another 6 points, yes. But this is going to Biden. So most likely, my own prediction is Trump is not going anywhere. And I'm sorry to say this, but it looks like he's losing this year. Maybe another time, but not this year. You may disagree with me, but look at this. Now, Biden in Nevada, there is... about 20,000 votes left, and he's ahead of Trump with 8,000 votes. So for him to overcome those votes, it's impossible. Even though let's say we split the vote half-half, he will never make it. So for Trump to make the 20,000 votes, to get all those 20 votes to him, it's impossible. غنديرو كلشي بالعربية للناس اللي بغاو يفهمو داكشي كله بتدقيق إن شاء الله. هذا بايدن عنده 264 صوت، خاصو 270. هذه كتسمى نيفادا اللي فيها لاس فيغاس، كيعرفوها الناس، فيها 6 ديال النقاط. إذا إلا ربح هاد 6 النقاط وزادهم على 264 غتجيه 270. هادشي مزيان، وهادشي اللي غادي يوقع إن شاء الله. على كل حال، حنا واخا دابا كنعطيكم هادشي، واخا قلت إن شاء الله هادشي، أنا كنكون محايد فهادشي، ما كندخل شي في أي جانب. على كل حال، ترامب عنده 214، خاصو حتى هو 270. الاحتمال باش يوصلها ل 270 صعيب عليه، لان هاد الولايات اللي كنشوفو فيهم اللي هما جايين في الاتجاه ديالو واحتمال انه يربحهم وغيقدر يربحهم، كاينه بنسلفانيا فيها 20 نقطة، كاينه نورث كارولاينا فيها 15، كاينه جورجيا فيها 16، وكاين الاسكا فيها 3. الى جمعتي هادو كلهم غيجيبوا لك 54 نقطه. 54 نقطه على 214 غتوصلك ل 268. هذا ما كافيش. اذا ترامب خاصو يجي ويدخل يربح هنا. باش يربح هنا صعيب عليه، لان ديجا بايدن سابقو 8000 فوت وقربوا يسالي، وبقات غير شي 20000 فوت اللي ما اصوات اللي باقا ما انتخباتش. باش ترامب ياخذ هذيك ال 20000 وينتصر على بايدن مستحيل. سو الاحتمالات ويتش مي تقريبا 90% بايدن يمكن اليوم ولا غدا غيساليو الحساب وغادي تجي الاخبار باللي بايدن ربح هادي. اذا هادشي كله غيولي ما عنده حتى شي قيمه، بلا ما يتسناوش واش هادو حيت كيحسبوا واش غيسالي ولا اللي ما هضرتش عليها ومهمه، اللي ما عندهاش عندها علاقه غير مباشره ومباشره. الناس اللي هما من جهه ترامب كيتهموا بايدن باللي بغى يرجع هاد البلاد بلد اشتراكيه، والناس اللي مع بايدن كيتهموا ترامب والناس ديال ترامب باللي ديك الاخلاق وديك القيم وداك الاحترام اللي بين الناس وداك الشيء فور سنين وهو معتمد عليه هاد البلاد وعاطيه هاد الواجهه للعالم كله، هاد الشيء كله ضاع. وهذا هو الاساس، المحور الاساسي اللي نايض عليه هاد الصداع كله.
اخر المطاف ان شاء الله الله سبحانه وتعالى غادي يدير اللي فيها الخير، وكما حنا كنقولوا هنا في امريكا ماي ذا بيست مان وين، احسنهم ان شاء الله هو اللي غادي يربح. والله الموفق ان شاء الله. Thank you.